صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 13 لسنه 2022 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وجاء في الماده الاولى من الامر الملكي انه يفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مايو 2022 ميلاديه